شطر مشاطر إلا يحفر محافر اللي مسك مكسور رب الكسر الجابر اللي مسك مكسور رب الكسر الجابر يلي مسك مغلوبه وتقنت كل منكوبه وكل شي مكتوبه ربي وحده الناصر وكل شي مكتوبه ربي وحده الناصر الناس قالوا قالوا حالم إمارة حالو ده في قلبه همو وده عليه محتالو ده في قلبه همو وده عليه محتالو يا جماعة احنا لازم نشوف العقل يصرف لنا مع المصير حقنا. ايوه ليش عادوا عقل؟ هي طلعنا له. ايوه يلا. هي. يا مروه. مروه ابو عيوني. بسبب الحركة العيوني. تستنقي لي سكتة ها؟ مش راضة تقومي. وانا ما دخلني بك. مش انت عاقل وحلال مشاكل؟ حل مشكلتك لحالك. ولا عاد اشتي اسمع كلمه عاقل. طيب 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 يا عاقل. وعيني وعيني وانا وبا وانا غلقت مبقي ما تشوف مش العقل لا وما تسمن عاقل. اشتي شوف لنا المين شكلها الناس تغلقن ولا اللي ما عاد عاقل العماره. يا ريتم عاقل كان يقدر يحلها كان غسل وقها اولا. انتوا امي ما تحيدوش مصابر فوقكين وبعدين انا مثلي مثلكم بلا مي. احنا متبعل اشتري وصي انا وش ذنبنا نتبادل وانت العاقل لازم تتصرف. اسمع انت وهو ما لكم تعجبوا على العاقل ثاني. انتم تعرفون انكم يلا سلموهم ايجارات بالغصب وان الناس يدورون مشكك ومشكك الايام اللي في امائر لبد دولارات. انتم سلموا اللي احنا يمني وبعدين ما هو حقكم يعني ما صورا سدا عادي مش لمشكله تقابل لكم قصص على هنا. اسمع انت وياه لا تهنجمون فوق العاقل سالم حرام يمين لو اديكم اوباخ. تعرفون فين اوباخ؟ لا ولا انا الحمد لله ولا انا كمان. اسمعوا يا جماعه خلاص انتوا روحوا وانا ساعمل لكم حل. روحوا زبروك ها سالم وجهك كله صابون وكيف ما معكش لماي؟ استغفر الله العظيم الصبر منك يا الله صبر. حاضر يا لي كلمتين من حمود خلاكم تخافون وتمشون وبعدين دي مسؤولية عاقل لازم يتحمل مسؤولية إمارة ولازم يتحمل تصليح المواسير وغصبا أنا إيش بيدنا؟ كيف إيش بيدكم؟ بيدكم التغيير بيدكم بيدكم وبيدكم تعملوا حاجات كتيرة. وش بيبدي احنا وهذا حالنا وعاد احنا مديونين وش نفعل وش نسوي؟ ايش نسوي هذه؟ كيف تسوي هذه خليها على طرشه يخلي الاماره مقلوب. شي حاجه ولا شي؟ انا خارب ما شاء الله وشياكه
على فين ان شاء الله؟ والله مش اشوف حد يصلحها مكسب حق معمارة. ايوه يلا ما تتاخرش، وبعدين شويه شويه اشياك. ها وانا وبا تعجبنا مغيرة. جيب خريف عاد زيد تصلحها لشياكة. عيد وحب هاي الليلة الناس بعيدين، يو انت ويا الليلة العيد بعيدين. اسماء لغة الحبايب اشكال الوان، رقوها بسودة لايب طلعوا الخلان. يمه امه يا بعد امي عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، يو انت ويال امه. ما في ايش ما حبي ولا حاجة يا انيس. شو اشوف؟ ما في ولا شي في الورية. الا اكيد في حاجة. ما فيش في حاجة اكيد. ايش شوف ايش مخبي ولا في حاجة ورية. شوف ايش عارف ايش انيس. شفتي امه انك مخبي بيتزا علي امه. حقي بيتزا بيتنا امه. شو شوف 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 اشوف قطعة طيب. لا 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 اشوف حقي. انت من اول تصيح لي عشان تاكل اليوم بيتزا. ها اصل يعقوب بدي تخبي لنا مني. فلت حد تخبي من بلاك يا حقي. بس بدي شوفي امه ايش رايك بالفانيلا. فانيلا حالية بس هات حقي بيتزا. ايش تنقبنا بيتزا اليوم عيد الحب يا امه. بس انت احلى واحدة في الكون يا امه. بس عشان ده كلها عشان دي هاي الليلة الناس معايدين. حبيبة قلبي يا حورية، تخيلي يا حورية أنا مستني اللحظة دي 30 سنة وأنا مستنيها. الله عليك يا حورية وعلى جمالك. مش للدرجة دي يا أنس. وأكثر مما تخيلين، أموت في الضحكة، أموت في البسمة، أموت في رمش العيون، أموت بالخجل، أموت بالضحكة أنا. عشان الضحكة الحلوة دي بهديلك عيد الحب. هابي فالنتاين. شكرا، حركتني. يا ربي والخجل، وعشان الخجل هذا أهديك الهدية الثانية بمناسبة الهابي فالنتاين. تفضلي حياتي. شكرا. أنا بعدك أجن. والله أحبك وما تدفع عيوني كل النساء. ويه من هنا النساء ذيلا اللي ما تمأك مم أحنا. ها لا ولا قصدي ايش رايك لما قلت لي ايش كيف الفانيلا. كنت قلت لك ان الفانيلا حقك تجنن. طيب بمناسبه فانيلا وايد الحب من هو سيجيب لنا مايو؟ شي مايو اكيد. صلي صلاه الاستسقاء. طيب يا انيس. طيب انيس لاوريك رايحه تحتفل بايد الحب وابوك حتى ما ابرنيش بدبه مايو. يلا اروح لين دم اروح سلين. والله يا مروه انا من يوم ما زئلت من حمود وهو يحاول انه يراضيني باي طريقه، حتى انه اليوم اشترى لي خاتمه علشان يهدي لي بمناسبه ايد الحب. ايد الحب؟ وما هو ذا ايد الحب؟ لا تقولي ليش انك ما انتش داري ما هو ايد الحب. هابي فالنتاين مروه. والله ما اني داري. ها قصدك زي ايد رمضان؟ لا لا يا مروه لا، ايد الحب ذا يا مروه ام زوج يهب لمرته هديه ويلبس لها احمر وهي بنت تلبس لها احمر. قلت لي يلبس لها احمر؟ ايوه يلبس لها احمر. متاكده انه يلبس لها احمر؟ واني قال ليش سالم لابس احمر اليوم؟ ولما سالته فين رايحه قال لي رايح يجيب وحده يصلحها واصير اماره. اسمعي يا مروه انا ما اساس اتدخل في خصوصياتك، بس الله لحملني يا مروة إحساسي كذا يقول لي إن سالم رح يقابل حبيبته. والله 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 لخليه يقابل ملك الموت. يا
عاقل سالم حسن زي ما كلمتك وحفظتك تقول الكلام ونحن بعدك نردين على طول يا طيشو. زي ما توقعت اني راح احصلكم هنا، لهذا انا احب اطمنكم واقول لكم انه كلامك ده ما يخالجناش، ليش امال الام ما تاش؟ كلامك ده ما يخالجناش، ليش امال الام ما تاش؟ طيب اسمعوني يا جماعه، انا بقول لكم حاجه، عند الناس ما يواصل واحنا اكلنا اكل فاشل، عند الناس ما يواصل واحنا اكلنا اكل فاشل. سلم سلم يا عاقل اما قال الواحد فاهم، سلم سلم يا عاقل اما قال الواحد فاهم. صلوا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم بارك عليه. اسمعونا تمام، شوفوا انا رحت اليوم وجبت سباك للعماره، قال لي انه حصل حجاره داخل المواسير، ها سددت المواسير، لهذا انا مش عارف منو من مصلحته يعمل هذا العمل التخريبي، لهذا بصفتي انا عاقل اماره ها اقول لكم انه من عندي صبر من عندكم وفاء. ام وفاء من عندك الكلام ده؟ قولوا لنا قال المتضررين نشاف له نشاف له، ولا تلوم نحناش يا آخر، لا تلوم نحناش، لو تصرفنا أي تصرف ما يجي باقش. خلاص خلاص يا طربوش، أنا أقول لكم اهدأوا خلاص، أنا شا أتصرف، أنا شا أعمل لكم حل ومي شو يوصل لكل بيت خاطركم. عندك أنا مستهتر لابس أحمر فرحان بإذا بحب مكانه مكانه مراهق. هيا أمنا لا كل شيء تمام، لا تخافش كل شيء تمام، أبشر ما أكثر شوب. خلاص يا مروة أنا مضطرة أني أروح دحين، حمود أصلاً شي قبل شوية وقال إنها اليوم شي أزمني ألم أشى برا خاطرك. الله معك. سالم قلت لي حين سيجي ماي؟ إن شاء الله بكرة سيجي ماي. بكرة سيجي؟ يلا الله يقينك. آمين. الله يقينك على اللي سيحصل لك. استغفر الله العظيم بستغفر الله. يا سبحان الله دحين لابس أحمر وإيد الحب واجي عندي تستغفر؟ اسمعي مروة أنا مش ناقصك، يكفي مشاكل اللي فوق راسي. أكيد مش ناقصني يا سالم، أصلاً اللي كنت عندها شلن عقلك وقلبك. عندي من أمس على مين تتكلمي؟ كيف قولي لي؟ أنت داري يا سالم اللي أيبت عندها، وبعدين الناس تشتري لزوجاتهم في إيد الحب وتخربهم برا وأنت حابسوني في البيت. شوف شوف سميحة سميحة وحمود خرج زوجته برا واشترى لها هديه وانت مخليوني في البيت زي فلبينيه. الان افتهمني الموضوع، ما دام سميحه دخلت بالموضوع افتهمني وخبر كله. خلاص شوفي على قولت مثلا اقول لك، اذا املك مليعه دنك مستريحه، واذا املك جيفه دن ابوها توديفه. اكيد املك جيفه. ذكرتنا بإيد الحب وسنين الحب.
مش داريه سميها ان هذا الحب، ان الحب كله اصلا انك توفر لجهلتك مصاريفه وتحسسهم بامان، ما تخليهمش يحتاجون للناس ابدا. يا سميحه حمود ضبحان والله كانش يقدر يشل لك ورده واللي تشلنا. كنت اتمنى لو شليت لك حتى برتقال وتفاح وتغدي نفسك. دحين كيف اقول وروح وسميحه اشتايرنا بايد الحب؟ لكن اقول لك يا سميحه زي ما قال الشاعر، ولما تحين فرصه شهجم بروحي وادخل، واللي يقولوا يقولوا واللي سيحصل يحصل. سميحه افتح الباب. ايها اذا بحب ده قومي فارا بينون قومي. سميحه افتح الباب. سميحه تعبرتي بي سمعتي بي انا ما في المماره. سميحه افتحي. الله يسامحك يا سميحه. الناس قالوا قالوا عالم إمارة حالو دف قلبه همو وده عليه محتالو دف قلبه همو وده عليه محتالو. ونمت أبو بار ونو بي ونو بار ونو بي. شاطر مشاطر إلا يحفر محافر اللي مسك مكسور ربي الكسر الجابر اللي مسك مكسور ربي الكسر الجابر. يلي مسيت مغلوب وتقن تقول منكوب وكل شي مكتوب ربي وحده الناصر وكل شي مكتوب ربي وحده الناصر. الناس قالوا قالوا عالم إمارة حالو دف قلبه همو وده عليه محتالو دف قلبه همو.